السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيت وجبت لكم معايا وصفه ديال الكريب مانحي اللي بحشوه زوينه ورائعه. بالنسبه لنايا عندنا مكونات ديال الحشوه وديال الكريب. بالنسبه للمكونات ديال الكريب عندنا 225 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 2 كيسان مسطحين ديال العنبه، ونصف لتر حليب، وشويه الزعتر، و50 غرام ديال الزبده، وجوج بيضات، وشوية الملح، وشوية الابزار. وبالنسبة للزبدة الا ما كانش عندكم يعني بالجرام اتاخدوا عشقة كبيرة. بالنسبة انا غنجي نصيبو الخليط ديال الكريب ديالنا، غنحتاجو فيه نصف لتر حليب، جوج بيضات، شوية الملح، شوية الابزار على حسب الذوق. غنحتاجو شوية الزعتر كمنسم حتى هو كيبقى اختياري، و 225 غرام من الدقيق. كيف ما قلت لكم اللي ما عندوش يعني القياس ياخد 2 كيسان ديال العنبة مملوئين ديال الدقيق. غادي نخلطو هاد الخليط بالتراب، يعني اللي عندو التراب يستعمل هاد التراب، اللي ما عندوش يستعمل مولينكس بحال اللي ما عندوش يستعمل يعني التراب اليدوي. هنا غنجيبو هذيك الزبده ديالنا اللي ذوبناها من قبل، وشويه ديال الفرماج كيبقى اختياري، ما كيجي زوين. هنا غنغطيو الخليط ديالنا. بالنسبه للحشوه عندنا التحميره، سكنجبير، خرقوم، وشويه الملح، وشويه البزار، ومركز الطماطم، وعندنا الكفته، وشويه الفرماج احمر، والفلافل الالوان، وصله كبيره مشلضه، وشوية ربيع، وشوية تومة، يعني جوج دروز ديال التومة، وشوية ربيع. غنضيفو الزيت المقيلة ديالنا، وغنضيفو هديك البصلة والفلفلة، غنخليهم يعني يتشحرو مزيان، ما غنضيفو عليهم لا ملح لا توابل لا والو، حتى يتشحرو لينا مزيان. بعد ما خلينا البصله والفلفله تشحلوا لينا في ديك الزويته، غادي نضيفوا الكفته، خليوها حتى يتشحر معاهم شويه. وغنضيفوا عليها شويه الربيع، وغادي نحكوا هذوك جوج دريسات ديال الثومه. وغنجيبو التوابل، وهاديك عشقة صغيرة ديال الطماطم مركزة، وغادي نمزجو هادشي مزيان. بالنسبة للحشو ديالنا كيف ما كتشوفو طاب لينا، غنطفيو ليه النار، وغادي نزيدو ليه ثلاثة الفرماجات اللي كيعطيو واحد التأليكة خطيرة خطيرة. والله البنات كنصحكم ضيفو ليهم فرماج، حيت كيجي واحد النسمة، واحد التأليكة خطيرة. بالنسبة للبنات هنايا عندنا يعني اللي دار الفرماج احمر في الكريب ضروري يدهن المقله ديالو من بعد كل كريبه وكريبه بالزبده، مي اللي ما دارش فيها الفرماج احمر يعني كيبقى الامر عادي، يعني خدم الكريب ديالو عادي.
بالنسبه هنايا الغزالات ديالي غادي نجيو المرحله باش يعني غادي نعمرو الكلاب ديالنا. غنضيفو في الكلاب غنضيفو فرماج حمر يعني اللي هو كيبقى اختياري، غنضيفو الحشوه ديالنا وغنطبيوها كما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو. يعني اللي ما عندوش فرماج حمار بغى يعوضو فرماج عادي، بغى يعوضو بالموتزاريلا، يعني كيبقى يعني هاد الامور كتبقى اختياري، يعني كل واحد وذوقه، كل واحد ويعني المتوفر عنده في البيت ديالو. بالنسبه هنايا من بعد ما حشينا الكلاب ديالنا وطويناهم، غادي نجيو نقي لا ماغدي وفا لا زيت لا زبده. غادي نحطو الكلاب ديالنا على يعني على البلاصه اللي طويناهم، البلاصه المطويه غادي نحطوهم عليهم وغادي نخليهم حتى يتحمروا يشدوا راسهم مزيان. كما كتشوفوا الكلاب ديالي وجدوا، ونتمنى تعجبكم هاد الوصفه واللي تخلق جديد القناه ديالي يفعل الجرس ويدير ابوني ويفعل الجرس باش ديما يوصل ان شاء الله بالجديد. يلا بسلامه عليكم.